اسمي سليمان، مهنتي فنان، بغزل عن نول الفرعون. في نجادة تلاقي الناس قماشات، طوبهم طوبي ولونهم لون. في الفركة أنا ليا سنين يام، كان ظهري قصاد النول محن، للنيل في ملامحي كذا علامة بتشوفهم وقت ما تلمحن. إحنا اللي بنتعب على قوتنا وبننحت صخر الشقة بالكف، في الفرح عيونك بتشوفنا وفي زفة كل عريس تزف. إحنا السكان الأصليين لعيون النيل الأسوان، وعشان كده لو زرتنا مرة هيجيلك يوم ترجع تاني. ازيك يا عم احمد؟ ميرسي ان انت مستضيفنا في مكانك الجميل. مرحب بيك ومرحب بالسادة المشاهدين. بمرحب بينا والسادة المشاهدين في نجادة. كل سنة وانت طيبه، والسادة المشاهدين كلهم بخير، وكل سنة وهم طيبين. ايه اللي بيخلي الواحد شهير في مجاله؟ يعني انت بقالك قد ايه بتشتغل ده؟ متميز بايه عن بقية المنولين؟ هو حبه للشغل ويحاول يشتغل. يعني أنا راجع من البيت اليدوي الساعة 1، صدقيني يعني يدوب 5 دقايق غفلت عيني كده وجيت. كم بنت في البيت اليدوي بتعلم؟ 18 واحدة، وهم 6 شغالين، ففيهم واحدة مساعدة معي، يعني مساعدة مدرب، وبسم الله ما شاء الله يعني شاطرة وكويس برضو تعلمت. يعني من نجادة شباب. من هنا؟ لا، من كوم الضبع. دي حتة بعيدة ولا؟ لا قريبة، يعني بعدين كده بحوالي 2 كيلو لحد. بس المكان هنا كله مبني على موضوع النول اليدوي ده، يعني جيرانك والقرية اللي جنبك وكله الحتة دي مشتهرة بده. الخطارة ونجادي كان كل بيت فيه مجموعة نول، 5 و6 و10، كنا 3000 نول نجادة والخطارة وكوم الضبع، وكان في نول في الجزيرة في الشرق برضه. وكان الشغل ده اللي هو الفركي اللي هو حضرتك في قطعة منيه، اللي هو دي الفركة دي تروح السودان. طبعا الوصف ليه دي الفردي الملاية، ملاية هيكاية تباع، دي رفيعة دي ساعات بتبقى مجوز مش كده؟ وكان زبونها سوداني؟ زبونها السودانيين. نعم، السودانيين يعملوا بيها ايه بقى؟ يلبسوها ازاي؟ ده حضرتك يعني عشان الناس تتعايش. بص ده فركتين، ده كان يدخل عمله صعبه الشغل ده للدوله. وكانوا السودانيين يلبسوه. اللي تولد لازم يشتروا لها من دي، اللي تولد واللي تتجوز، وكان يستعملوه. طب والسودانيين بطلوا يشتروا ده ليه يا عم احمد؟ ما طبعا مش عارف يعني غيروا فكرتهم ليه. زي ما احنا غيرنا فكرتنا. في يوم من الايام كان الشغل ده يعني كان ليه دور كبير هنا في بلادنا، كان كنا نتعايش منه، وده اللي رباني وعلم اجيال. طب ما احنا لازم نتطور بقى شويه. ما احنا حاولنا نطور، طلعنا المنتجات دي. وريني بقى محلي. يعني ده كتان مثلا انا بحبه. نعم، قوي ده كتان معروف عالميا، ورفع ورقه السيجاره وجميل. نعم والوانه حلوه، معروف عالميا دي. الكتان معروف على مين؟ ده جميل. والصوف شالوا الصوف. وده والصوفرت. ايه؟ ده فبران حضرتك. ايه الخامة دي؟ ايه الخامة دي؟ فبران من أنظف الأقطان. حلوة قوي. دي صحي أولا، في الشتاء ما تسكحش، وفي الصيف ما تسخنش. والكوفرتة دي المشهورة قوي، كوفرتة أخميم. دي قطن، دي من أحلى الكوفرتات. بيشتغلوا غيرها طبعا، مليت مفرش بتاع سرير وستاير وكذا نوع شغل. انت علمت ابنك الصنعه يا عم احمد؟ علمت ابن عمر. عمر اتعلم الصنعه ديت في شهر. النول ده يا عم احمد. نعم. ياخد وقت قد ايه على بال ما تعمله، وياخد فلوس قد ايه على بال ما تعمله؟ النول دي يعني بنشتري الخشب من المغلق، بعد ما نشتري الخشب بنوديه الورشه نصنعه. بتفرق لانه الخشب حاليا زاد. بنيجي هنا نقفله انا وابني عمر مع بعض، يعني ياخذ بتاع 2 يومين شغل. الصنعه دي في الاصل رجالي ولا حريم؟ لا هي مشترك عادي، الستات والرجال. انا معرفت نفسي بشوف حريم يشتغلوها ورجال. مشترك، واحنا نفسه حتى رجال وهي تشتغل بلا الستات ما يعرفش يشتغل، لانه كان زمان يدورونا المواصل على دلاب عادي، وكانوا يشاركونا في الصبغة ودورة المسادي،
وليهم دور كبير. يعني أنا اللي قدام حضرتك، مراتي في البيت شريكة معي في الشغل دي. بتعمل إيه؟ بتبرم الشراشيب دي حضرتك. تبرم الشراشيب؟ إيه، بتبرم الشراشيب. الخيط ده مصري ولا مستورد؟ لا، ده قطن مصري. مصري؟ إيه. والصبغة ما تروحش ولا حاجة؟ الصبغة مصابغ. مصابغ؟ مصابغ، بيجي مصبغ وجاهز من القاهرة. هنا الشراشيب دي هي بتعملها. يعني أنا بلم الشغل وأدهولي آخر النول وهي تجدل الحتة الأخيرة. عليها تعمل الشراشيب دي. بعد كده بتقوم هي تروح تغسل الشغل دي. لازم يتغسل ويكوي. يتغسل، نعم، عشان ياخد وضعه ويتكوي. هي اللي بتقوم بالشغل دي. أي قطعة عندي يعني حتى ما بأكريش بره، شغل ما بيطلعش بره. ما احنا المصريين طول عمرنا ستات بتساعد الرجالة في الشغل. ربنا يديها الصحة رغم أهلي اللي اختاروها لي يعني. أهلك اللي اختاروها؟ إيه، نعمل اختيار والحمد لله ربنا كرمني. صدقيني بتصحى الفجر عشان تشطب الشغل دي. يعني احنا علينا بنشتغل ونرميه في البيت وهي بتقوم بالباقي. يا ربنا يساعدني ويساعدنا جميعا. طب ما هي الحياه مشاركه يا عم. والحياه مشاركه صح؟ ايه يعني الحمد لله. صدقيني حتى عندنا حريم ولدي ما يعرفوا حاجه عن الشغل دي. حريم ولادك ما يعرفوش؟ ايه، موظفين ما لهم صالح باي شغل. عمر طبعا شريك معي في شغلي لانه علمته وبيشتغل معي. أني أربح الوظيفة ولا المهنة دي؟ لا، العمل الحر طبعا. مش كده برضو؟ إيه، واحد يبقى حر نفسه كده. العمل الحر يعني كويس. هتوريني النول يا عم احمد بيشتغل ازاي؟ هشتغل لحضرتك عليه. طب يلا.